اكتر حد يقف جنبك والدك والدتك واهلك يعني، والدك والدتك اخواتك يعني. والله العظيم كنت عارف ان انت مش هتعديها. حسيت بغدر من معانا. لا والله بص بس انا عارف ان انت مش هتعديها. ممكن اقعد معاكم؟ يا نهار ابيض يا نجم، انت مشرفنا ومنورنا. ازيك يا سعد؟ انا مش هت... والله كنت بص انا كان قلبي حاسس ان انت ان انت مش هتعديها. انا سلمت عليك وقلت ان انا ماشي بعد الماتش بتاع السموحة. بعد ما والله باظت الحلقه. والله واصحابي مستنيني في الكافيه. والله لا انا هاجي معاك الكافيه والله. لا مالكش دعوه. اجازه 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 اجازه. ابراهيم طبعا يعني قبل اي حاجه قبل اعيش حياتك. انا قاعد اتفرج زي زيكم. عايز ابارك لسعد مش على امبارح يعني، يعني طبعا ماتش مهم امبارح، ولكن انا عايز ابارك لسعد على مستوى الفتره الاخيره. كنت سامعك كده طشاش كده وانا نازل كده، وكنت بتكتك في حته الصبر وكده. صحيح. يمكن كان فتره من الفترات اما كنا حتى لسه بنلعب، اما كانت اللعيبه الكبيره تقعد تتكلم. انت جيت منين؟ انا لسه مش مستوعب انت جيت منين. ما انا علشان ما حدش يفقسني فانا كنت داخل من هنا. فقالوا في واحد بقى قال لي لا لو انت بقى بتتخبس لف من ورا خالص. واحد خبيث اكتر منك. انت لسه عسل زي ما انت. بس والله فكنا والله نقول سعد. انا لو مدرب انا هلاعب سعد واي سرد باك جنبه. كان بيقول هو بيلعب كان بيقول والله وانا سعد مش من ضمن الناس اللي قعدت معاك في الاوضه كنت. لا ما هو بيلعب لحد الوقت. والدايره شفت عاشور؟ والدايره شفت عاشور؟ عاشور فظيع يا ابراهيم. ايه بقى؟ والدايره كلها مادي. انا ما مشيت. كان عندنا دايره 5-2 كانت بتعمل على دايرتين. كل الدايره بتاعتنا من ايام كابتن هادي خشبه، سيد عبد الحفيظ، كل دول يجوا يلعبوا ويمشوا يلعبوا ويمشوا. فضلت تصفصف تصفصف لحد ما في الاخر بقى ايه اتخذت انا في الدايره دي، انا اللي مشيت وعاشور. كان كل اللي يقعد معايا في الاوضه برضه يمشي يمشي لحد ما عاشور جه خلص عليا.